قال محافظ جنوب سيناء خالد مبارك إن فوز المنصة الجغرافية للمحافظة بجائزة إزري ساج أورد 2024 في مجال نظم المعلومات الجغرافية يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته الحكيمة ومتابعته لاستراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة. وأكد محافظ جنوب سيناء أن الفوز بالجائزة يبرز فلسفة العمل الجماعي وتحقيق الريادة في المنطقة في إطار رؤية مصر 2030. تحتفل الدولة المصرية اليوم بحصول جنوب سيناء على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية إزري ساج أورد، والتي تهدف لإبراز جهود المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم وترجمة البيانات المعقدة ولمواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم أجمع. ولعل فوز محافظة جنوب سيناء بهذه الجائزة يبرز فلسفة العمل الجماعي والتي أهلت للفوز بها والأساس التي عملت المحافظة وبنت عليه وتمثل في توجيهات القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة دوما واهتمام فخامته ومتابعته المباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي لمصر وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية لتحقيق الريادة في منطقتنا العربية وقاراتنا الإفريقية وأقليم الشرق الأوسط كذلك. ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وفقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال.